السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أصدقائنا في لقاء جديد من مهارات التصميم في برنامج مايكروسوفت وورد. اليوم رح نتكلم عن طابع جميل وطلبه كتير إلى حد ما، بمعنى شهادات التدريبات، شهادات الحضور، شهادات نسميهم نحن الجوائز للطلاب، تمام، شهادات أو بطاقات شكر، بطاقات دعوة. كل هذه البطاقات والشهادات يمكن إنشاء وتصميمها على برنامج مايكروسوفت وورد. اليوم رح نقدم طابع بسيط على التصميم شهادة، تمام، بطابع بسيط كلاسيكي. رح نتعرف على أهم الأدوات في كيفية تصميم هذه الشهادة على برنامج مايكروسوفت وورد. فنبدأ مع بعض على بركة الله إن شاء الله. طبعا بداية، أنا بعد ما فتحت البرنامج وفتحت وثيقة العمل أو المستند اللي أنا فيه، توجهنا إلى قائمة التخطيط واخترنا الاتجاه أفقي، لأن هي أغلب طابع الشهادات بتكون في الطابع الأفقي. إذا حببت أن تعملها عمودي فما عندك فيها أي مشكلة. الأمر الثاني، رح نروح كالعادة نتوجه إلى هوامش مخصصة ونبدأ بإعطاء قيمة صفر لكل الهوامش لحتى يكون عندي فراغ العمل متاح كاملا على برنامج الوورد. ورح نعطي الأمر تجاهل لتجاهل هذه الرسالة، بمعنى السماح لأن بالعمل ضمن الهوامش. رح نبدأ أول شيء بتنسيق الخلفية على الشكل التالي، تمام، ونتوجه إلى إدراج مستطيل، تمام، وأختار رسمة المستطيل على كامل صفحتي، تمام، ضمن هذا المستند، تمام. طيب رح أروح في قائمة التنسيق، أختار بدون إطار وبأنكر باليمين وأروح إلى تنسيق الشكل، أختار التعبئة المتدرجة واختار اللون او التدرج اللي كنت انا شغال عليه نوعا ما، تمام. هذا واحد. اثنين، راح ارجع اروح واجيب من ادراج اشكال ونختار المستطيل يلي زوايا مستديرة وارسم مستطيل على هذا الشكل واقلل من نسبة استدارة الزوايا، تمام، يعني نوعا ما جميل بهذا الشكل، تمام. طيب رح أرجع وأقول له كمان نفس المبدأ بدون إطار وأختار لون التعبئة هو اللون الأبيض، تمام، لحتى نبدأ بالتصميم ضمن هذا الحيز تماما. رح أبدأ أول شيء بالمعالم الرئيسية للتصميم، وبعدها رح يعني نبدأ بتعبئة النصوص من خلال مربعات النصوص شوي شوي. طيب رح نروح أيضا إلى أدراج ونختار أشكال وندور على الشكل، هذا هو الشكل هذا راح نستخدمه الآن لأول مرة، تمام، نختار هذه المساحة. أنا لو كررت الآن بدي أحول لأقدر المسافة بين الاثنين، يعني يكون قريب للمنتصف نوعا ما، تمام، تمام. طيب إذا حبيت أكبر كمان شوي، بمعنى هدول الاثنين إذا كان كررتهم كيف راح يكون معي الفراغ، يعني هذا الفراغ كافي نوعا ما. طيب وراح أصغر المساحة شوي هون بهذا الشكل، تمام. راح نقول له ايضا بلا اطار ونختار تحرير النقاط، راح انقر على هذه النقطه بتصير لي هدول العلامات اللي يعطيني سواعد الالتواء او الانحناء مثل ما كنا بنعرف باللقاءات الماضيه. اختار مثلا هذا الانحناء لهون وارجع انقر على هالنقطه اللي هون وارجع اختار هذا الساعد ونعلي المسافه بهذا القدر، تمام. طيب اذا حابين نحن ننقص او نقلل النقطة يلي هون ما عندك فيها أي مشكلة، الآن هذا الموضوع يعود إلى رغبتك، لكن أنه كيف أنا أسوي هذا الانحناء هو اللي كنت أنا مستهدفه الآن بهيدي الفكرة بالذات. طيب بعد ما أخذناها رح أرجع أنقر على الشكل الخارجي، الشكل الخارجي الأول واحد نحن رسمناه، وأختار نسخ التنسيق ونطبقه على الشكل الجديد لحتى يكونوا من نفس العائلة اللونية. رح أضغط Ctrl D بعد التحديد وبروح إلى قائمة التنسيق ونختار الاستدارة الأفقية، تمام، وبضع الشكل مقابل الشكل الثاني مباشرة، تمام، تمام. راح أضغط Ctrl D مرة ثانية أكرر الشكل مثل ما أنا شايفين. الشكل الخلفي هذا راح نجيبه إلى الأمام بحيث يكونوا قدام بعض، تمام، تمام، وايضا اعمل له كنترول دي تكرار، وبعمل له كمان استداره افقيه والشكل الخلفي هذا راح يكون عندي اياه للامام. اضبط الاثنين على نفس المحاذاه الى الاعلى، هذه المحاذاه
إلى الأعلى عشان يكونوا نفس المحاضرة تماما. تمام، الشكل الداخلي هذا اللي هو على الوجه تماما راح أختار له تأثير ظل للأعلى وليكن على هذا الشكل. نفس المبدأ الثاني راح أختار له أيضا تأثير وظل إلى الأعلى. تمام، وإذا أحببنا هدول الأشكال الخلفية أخذ لها بعض يعني الجماليات والتحليات، يعني فيك أنت بعد تختار حسب موضوع رسمتك. تمام، أعتقد هذا جميل. نفس المبدأ أختار هذا الإطار، يعني يعطيني اللمعة البلورية اللي نحن شايفينها، هذه الإضاءة نحن شايفينها. كلام جميل. راح أرجع الآن إلى أدراج وندور على شكل النجمة. أنقر مع السحب لرسم شكل النجمة. ما بعرف، أعتقد إذا كان في عندي أعداد أضلاع أكبر منها. تمام، فأختار تمام مع مفتاح الشيفت. تمام، أنا بس نحن نستعرض مع حضراتكم الآن الخيارات، وأنت بقى الآن فيك تختار اللي أنت محتاجه مع مفتاح الشيفت. أنقر مع السحب. أعتقد الآن هذه الآن أنسب شيء لنا بهذا التصميم. راح نصغرها الآن يعني بهذا القدر بحيث أن هي تسكر الفراغات تماما. راح أرجع أنقر على الشكل الخلفي تماما وأختار نسخ التنسيق وأنقر عليها لمرة واحدة. أنقر باليمين وأتوجه إلى تنسيق وأعكس التدرجات اللونية بين الأعلى والأسفل. تمام، راح نذهب إلى أدراج مباشرة وأنقر على السحب مع مفتاح الشيفت لرسم دائرة. الآن كنترول مع شيفت حتى نكبرها بالاتجاهات الأربعة وتكون مناسبة. أنقر على الشكلين حتى نعمل المحاضيات إلى الوسط وإلى المنتصف وأطبقهم مع بعض تماما. الدائرة رسمناها راح نقول له الآن بلا إطار، وخلينا نعبيها بلون يعني نوعا ما يكون غامق شوي. هذا مناسب. تمام، راح نروح إلى أدراج ونختار شكل وليكن هذا الشكل وأنقر مع السحب وأحاول أطابق التنتين مع بعضهم البعض بعد ما أكبر بالكنترول والشيفت مع بعضهم البعض. تمام، راح نصغر هي لهون على الشكل القائم تماما. تمام، أيضا أستخدم الكنترول والشيفت لحتى أعطيه بعض المساحة البسيطة. إذا الأمر صار صعب عليك بعض الشيء فيني أنا أطابق الأبعاد اللي هون. تمام، هاي كنترول سي وبجي على الدائرة الثانية أو نصف دائرة، نعطي كنترول في ونفس المبدأ هون كنترول في لحتى تطابق معنا بشكل كامل، وألغي البوردر أو الحدود. تمام، ونبدأ بالتحريك شوي شوي حتى نطابق الشكلين على بعضهم البعض. الآن راح أنقر على اليمين وأختار تنسيق الشكل وأعبيها بلون خالص اللي هو اللون الأبيض. راح نختار أو يعني نوعا ما يكون قريب إلى لون الخلفية مثلا، وأزيد من الشفافية لحتى نعطيها نمط الإضاءة. طيب إذا كان اخترناها باللون الأبيض ربما يكون الموضوع مناسب أكثر نوعا ما، نمط الإضاءة مثل ما أنا شايفين بكل بساطة. تمام، راح نروح إلى الأدراج ونختار مربع نص. مربع نص. تمام، راح نلغي منه التعبئة، بلا تعبئة وبلا إطار تماما، وأكتب جواته على سبيل المثال SN يعني السيريال نمبر او الكود رقم الشهاده اللي بدك اياه، ونختار ويكون على سبيل المثال دي سي 220. هذا مثال فقط لا غير، فقط اليوم نموذج للتجربه. تمام، طيب راح نختار الان توسيط ونكبر حجم الخط شوي ونختار اللون الابيض. تمام، وربما نعمل له الان ظل للنص. تمام، الاس ان لحالها رح نجرب ناخذ لها نوع خط معبر او نوع خط اخر، ندور في قائمة خطوط اللغة الانجليزية شوف اي خط ممكن يناسبنا. لا بأس، هذا يعطيني بعض السماكة عفوا، ونعطي تكبير. تمام،
تمام بهذا الشكل تماما. طبعا هذا الموضوع هو ذوقي الآن، فيك تختار اللي بدك إياه، نخليها على 60 تمام، وضع حجم الخط جيد لا بأس فيه. هذا الموضوع يعود لك، بتحب أنت تنسق وتصمم يعني الشيء اللي يخطر على بالك، ما عندك فيه أي مشكلة إطلاقا. رح نبدأ بتصميم العنوان اللي رح نكتب فيه نحن اسم المؤسسة تمام، والسلوغان الخاص بالمؤسسة. فأنا رح أروح إلى إدراج ونختار على سبيل المثال أي مستطيل، أي شكل، هذا مستطيل تمام، رح نوضع على منتصف الصفحة مثل ما أنا شايفين المقابض يعني بتساعدني فيها في تحديد المنتصف تمام، وليكن بهذا الشكل تمام. رح نختار أيضا بلا إطار ونخلي التعبئة باللون الأبيض تماما الآن. طيب رح أختار الآن المسمم تمام على الشكل، أنقر باليمين واختار إضافة نص وأقول له كنترول مع الفي أختار لون للنص، ألوان إضافية وتكون من الألوان القريبة بالتصميم يعني نوعا ما تمام. راح نعمل الآن في عندي سطر بس نحذفه تمام، راح نكبر حجم الخط واختار نمط لخط العنوان بحيث يكون فيه شيء من الجمالية، اعتقد هذا يعني نوعا ما جميل. انت فقط تختار انواع الخطوط اللي هي على بالك يعني تمام. طيب هذا بما يخص موضوع العنوان تمام. طيب راح نضيف الآن السلوغان الخاص بعنوان المؤسسة، وراح نرجع كمان إلى إدراج مربع نص وأختار مربع للنص عفوا المربع نزل معي للأسفل تمام، راح أقول له كنترول مع الفي، خلينا نكبر المساحة شوي علشان نشوفها بشكل كامل. نفس المبدأ راح نختار الآن من تنسيق بلا تعبئة الآن وبلا خط رسم أو بلا إطار، نصغر المساحة لأنه أنا ما محتاج المساحة كلياً، ومهما يكون يعني إذا كان عندي الطابع الآن الرسمي لها فلا بأس فيها إطلاقاً. هذا السلوجن أنت كيف تحب يكون الموضع فيه، فما عندك فيه أي مشكلة إطلاقاً تمام. تحب تكبر وتصغر، الأفضل يكون هو أصغر من العنوان تماما. طيب طيب بعد ما كتبنا اسم المؤسسة وكتبنا السلوغان الخاص فيها، الآن نحن راح نجيب العنوان الخاص بشهادتنا. فراح نروح أيضا إلى إدراج ونختار مربع نص مربع نص تمام، ونضيف العنوان، الشهادة، شهادة حضور، شهادة دبلوم، شهادة حضور دورة تدريبية، هذه العناوين يعني حسب الفحوى اللي أنت شغال عليها تماما. اختار توسيط واختار نوع خط أيضا مناسب نوع خط مناسب، خلنا نجرب وندور على خطوط، هذا الخط أعتقد لا بأس فيه تمام. من تنسيق راح نختار ايضا بلا تعبئة وبلا اطار او بدون اطار تمام تمام على المنتصف. طيب اللي بعد الان راح نضيف ان هذه المؤسسة تشهد بكذا وكذا لفلان، باعطاء شهادة لفلان او تمنح شهادة لفلان او تشهد، او هذه العبارات اللي قبل او تسبق الاسم صاحب الشهاده تمام. راح ايضا اختار النص كامل، انا كنت مجهزهم بناء على الشهادات اللي كنا نحن نشتغل فيهم تماما. فراح اروح الى ادراج اختار موضع مربع نص تمام، ونقول له كنترول مع الفي واختار توسيط
تمام. موضوع الخطوط انا ما راح ادور فيها اليوم كتير، لان هذا الموضوع طابع شخصي ويعود لك لو حتى، يعني انا بهمني موضوع الاشكال اكثر موضوع انواع الخطوط، لاني ذوقياتها بصراحة كتيرة وفنونها كتيرة واشكالها كتيرة، بالاخص بما يخص موضوع اللغة الانجليزية. تمام. بعد ما اخذنا هذا السطر وضعناه في المنتصف، تمام، بدنا نضيف مكان الاسم. طبعا قبل منه راح اروح الى تنسيق والغي التعبئة والاطار لحتى يعطيني اياه الان بهذا الشكل. راح نروح الان الى اضافة الاسم، راح نجيب خط ادراج واختار خط، اضغط مفتاح الشيفت وانقر بشكل افقي لحتى ارسم خط، وبعبي باللون الاسود. فيني انا اغير بسماكته، يعني اعمله شرط، اعمل يعني اللي بدنا اياه، لكن افترض تمام انه هو الان مناسب تماما. كنترول زد عفوا. نحن نضغط على المنتصف تماما، وهون راح نكتب الاسم الشخص صاحب الشهادة. فاليوم تم ترشيح صديقنا السيد ابراهيم او عبد الرحمن ابراهيم، الله سبحانه وتعالى يبارك فيه، من الاصدقاء يعني الرائعين جدا، وللاسف من فترة قصيرة يعني الله يعوضه بالأحسن سرق هاتفه وانقطع التواصل معه، فحبيت انه انا يعني يكون اسمه معانا اليوم. الله يبارك فيه ويبارك فيكم جميعا. اختار بلا تعبئة وبلا إطار. الآن موضوع الاسم يحتاج يعني نوع خط، يعني يكون نوعا ما محروف عن بقية الخطوط. خلينا نكبر شوي ونشوف. تمام، ايضا حاول يكون على المنتصف تماما. طيب راح نكتب العبارة الاسفل منها اللي هي موضوع البرنامج يلي حضره. طب اروح ايضا كمان على ادراج واختار مربع نص، تمام، واقوم بلصق العبارة او كتبت العبارة بهذا المكان. راح اختار بلا تعبئة وبلا خط رسم واختار توسيط. تمام، ومن تنسيق ايضا بلغي الحواف وبلغي هالاوامر دي كلياتها، واعطي شوية حجم للنص يكون كبير شوي. تمام، يعني بهذا الشكل. تمام، حسب موضوع الان نص العبارة اللي هو عندك. صفى عندي بعض او اوامر بسيطة جدا، ما هي كتيرة، هي موضوع الديت راح نضيفه هون، اضغط مفتاح الشيفت وارسم خط بسيط. تمام، وبروح إلى إدراج وبختار مربع نص. راح نكتب الآن التاريخ أيضا بلا تعبئة وبلا خط رسم. أضغط مفتاح الكنترول حتى أكرر، وليكن على سبيل المثال هيدي 2021، نحط نقطة مثلا 10، وهذه 2019. اضغط على الكنترول بعد ما حددت وانكر مع التحريك، عفوا انا محدد الخلفية معاهم، وانكر مع التحريك لحتى نسحبهم لهذا المكان. تمام، واعمل باليمين ونختار جروب تجميع تجميع، سأصبح عندي شكل واحد، ونفس المبدأ يلي هون راح اجمعهم بشكل واحد. تمام، انقر باليمين واختار جروب تجميع تجميع. طيب راح انقر على الاول وعلى الثاني مثل ما انا شايفين، وبجي الى موضوع التنسيق المحاذاة، ونعمل محاذاة للأعلى لحتى يكونوا مرصفات لبعضهم البعض تماما. طيب أنا هون راح أكتب الاسم المدرب أو ترينر أو يعني اسم الإدارة. تمام، هذا الموضوع يعني لابد منه في موضوع الاسم للشخص المسؤول عن توقيع على الشهادة.
تمام. راح نستبدل النص الداخلي، نحذف الصورة اللي اجتنا مرافقة. تمام، الديت الآن ما بقي لي شغلة فيها، راح نحط مكانها التوقيع. تمام، وهذا النص وضعناه بهذا المكان. أنا كنت مجهز الآن التوقيع، راح ننقر عليه ونسحبه لهون. تمام، وبعطي الآن أحضار إلى الأمام أو إلى المقدمة، ومن خانة اللون أختار اللون الشفاف واللون الأبيض لحتى يبدأ معي بيكون واقعي، وما ضل يعني إني أنا أضل أوقع كل الشهادات، فأنا أضيف التوقيع اللي برا واحدة فقط لا غير. تمام، وراح أختار أيضا الختم نفس المبدأ، أنا بختار أحضار إلى المقدمة وبروح إلى تعيين اللون الشفاف وبختار اللون الأبيض. تمام، وأستنسب مكان لموضوع الختم بهذا الشكل. تمام، وبقي عندي بالأخير موضوع اللوجو. أيضا راح أختار الآن أحضار إلى المقدمة تبين معانا بشكل نظامي. تمام، هذا موضوع اللوجو، يعني نستنسب المكان اللي احنا حاطينه عليه، وايضا راح اختار تعيين اللون الشفاف والابيض. تمام، لحتى ما يبقى عندنا شيء خلفيته بالابيض غير فقط النص العلوي او اسم المؤسسة. بيكون يعني لحد الان قدرنا انه نحن نصمم الشهادة بشكل كامل مثل ما احنا شايفين. تماما، هذه بعض انماط الاشكال، يعني هدول المسافات فيك تقلل وتزود فيهم، فيك تشتغل اللي انت محتاجه. تماما، ما في عندك اي مشكله. حبيت بس اقدم بعض الافكار. الصوره الداخليه هاي اللي احنا شايفينها باللون الابيض راح اعطيها بعض النقش لتعطي بعض الجماليه، عشان ما تكون يعني جافه 100%. فراح اختار يعني اللون اللي يكون من لون العائله نفسه، لون اللونيه، اختار اي تشابك، اي زخرفة مثل هذه النقاط. تمام، مثل هذه النقاط نوعا ما، واختار لون اكشف شوي. تمام، مشان ما يكون فيها كثافات كتيرة. تمام، بهذا الشكل. تمام، وبين عندي فقط الطابع اللون الاساسي لموضوع الصورة، انا تركته مشان تشوف المفارقات لما انا بغير التنسيق للون التعبئة كيف راح يكون. فراح ارجع الان الى تنسيق واختار ايضا بلا لون. تمام، وفيني اضع للنص، اضع له ظل معين، اي تأثيرات، واختار ظل للنص يعني ليعطيني اي طابع جمالي انت بتحس يعني انه مناسب. راح ابدأ الان من قائمة ملف، ونختار الحفظ باسم، ونختار مكان وليكن الديسكتوب، اختار اسم لشهادتي، وبختار البي دي اف، وانقر على مفتاح الحفظ لحفظه وتصديره الى ملفات البي دي اف مثل ما راح نشوف. تماما، هذا الملف اصبح الان قابل للطباعه. تمام، والارسال بشكل كامل. اتمنى يا رب ان شاء الله بهذا اللقاء اني قدمت لحضراتكم يعني نبذه بسيطه عن امكانيات برنامج مايكروسوفت وورد، كيف ممكن نحن نصمم عليه بعض الاشكال، او بالاستخدام الاشكال البسيطه يعطيني طابع جميل. ان شاء الله تعالى بالايام الجايه راح اقدمكم مزايا افضل واجمل بكثير ان شاء الله. لا تنسونا من دعمكم للقناة وترك تعليق وإعجاب، ونعمل شير للفيديو والقناة لدعوة الأصدقاء بالإعجاب فيها. مع دعمكم رح نقدم المزيد إن شاء الله. أخوكم أحمد صالح، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.